إذا انتهى نهائي أفريقيا لكرة اليد بالجابون بين مصر وتونس بفوز تونس 26-24. هارد لك منتخب مصر، ألف مبروك منتخب تونس الشقيق، ألف مبروك لمنتخب مصر التأهل لكأس العالم. ولا ننسى أن منتخب مصر حجز بوجوده في المباراة النهائية بطاقة التأهل لكأس العالم، عملوا اللي عليهم. دي الرياضة، مكسب خسارة. بنقول للمنتخب المصري هارد لك، كنا نتمنى طبعا منتخب مصر يفوز، لأن الحقيقة طول البطولة هو الأحسن وهو الأكفأ وهو الأقدر بالبطولة، ولكن هي دي الرياضة، يوم مش متوفق بتخسر بطولة. هارد لك لمنتخب مصر، ألف ألف مبروك لمنتخب تونس الشقيق. الحقيقة نهائي عربي في حد ذاته ده يعني في حد ذاته إنجاز كبير، إن يكون على قمة أفريقيا فرقتين. عايزين نقول يعني مش عايزين الناس تبقى متضايقة أو زعلانة، دي الرياضة، محدش يزعل. منتخب مصر حجز مكانه في كأس العالم، المنتخب واضح إن هو ما كانش مستعد جيدا، يوم مش يومنا اللعيبة يعني، حتى في الدفاع هنتكلم مع ضيوفي في الاستوديو كمان عن الحالة الفنية، دفاع فيه جبات كبيرة على الدايرة في دفاع منتخب مصر، مش يومنا، اللعيبة تايهة شوية في حالة توهان. الموضوع ده بيحصل لأي فرقة على فكرة، والفرقة الكبيرة. خلينا نتناول ده يعني بأكتر شوية وفنيا أكتر طبعا مع ضيوفي الكابتن عبد الرحيم الأيوبي نجم النادي الأهلي السابق. أهلا بيك يا كابتن، منورنا. أهلا وسهلا. وهارد لك لمنتخب مصر، وألف مبروك لمنتخب تونس. الله يبارك، الله يخليك. ومعايا ومعاكم كمان الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. هارد لك يا كابتن. الحمد لله. مبروك التأهل لكأس العالم، ومبروك لتونس الشقيق. الحمد لله، طبعا بنبارك لهم. تونس بلد عربي شقيق ونهائي عربي خالص، بنبارك لهم على الحصول على الميدالية الذهبية، وبنبارك لأنفسنا الصعود لكأس العالم، والحمد لله. الحمد لله. وما كانش يومنا يا كابتن، احنا مش عايزين برضو نحمل الولاد فوق طاقتهم. لا, لا 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 لا، في اصابات، في طرد، في عدم توفيق، وضع طبيعي. احنا كنا لعيبه كلنا وعارفين ان الموضوع ده ممكن يحصل لفرقه تتوه في يوم تخسر بطوله، ولا يا كابتن؟ هو احنا بس كنا طمعانين طبعا في البطوله، مش هخبي عليك. وكل شويه كده بتوصل لدور طموحاتنا بتزيد في البطوله، واحنا حاملين اللقب، وكان الماتش ماشي كويس وكل حاجه. في بعض الحاجات ممكن نبقى نتكلم فيها بقى لاحقا، لكن ما بنحملش الاولاد. احنا بنشكر الجهاز الفني، اجتهد على قد الامكانيات اللي كانت متاحه، والامكانيات كانت متاحه جيده. الجهاز الفني انا شايفه موفق، اللعيبه شايفها موفقه. دي رياضه، لازم نخسر، لازم نكسب، لازم نتعلم، لازم نكسب على طول، ما تقلقش. فان شاء الله نشوف تتعوض ان شاء الله وباذن الله في اللي جاي، واكيد ربنا عينينا حاجه كويسه. كابتن عبد الرحيم، يمكن تونس تفوقت علينا دفاعيا، وكان واضح جدا. يمكن كنا بنتكلم واحنا مع حضراتكم واحنا بنتفرج على الماتش في الكواليس، تحس ان دفاع تونس متماسك مترابط، ما فيش مساحات فاضيه في خط ظهرهم ورا كتير على الدايره، ما فيش مساحه نخش منها. احنا كان عندنا مساحات كبيره بين اللعيبه، كان سهل جدا المنتخب تونس يوصل للسبعة متر ويهدف. هو اجسام لعيبه تونس كبيره، لعبوا دفاع 6-0 6-0 بالمقابله الجامده جدا بالعنف، يعني 6-0 عنيفه جدا، بدليل اصابات اكتر من لعيب اسلام محمد ابراهيم وحماصه، يا حماصه برضه طرد، حماصه برضه فرق معانا. يعني عاوز اقول ان هم بيلعبوا بعنف جامد جدا، وده المطلوب في كره اليد على فكره. يعني احنا شفنا احمد الاحمر بيلعبوا معاه ازاي بعنف، مش ده عنف مشروع في اللعب. ولكن اللي قصدي اقوله انه المساحات في دفاع تونس كانت مساحات قاعدين على رجليهم يا كابتن. فرقه تونس كانت قاعده على رجليها بتتحرك برجليها كويس في الملعب، احنا كنا واقفين وقفلوا 6 متر خالص. بالظبط بالظبط، دليل ما عندناش. يعني احنا هدفنا من الدايره يكاد تكون كم هدف من الدايره يا كابتن؟ ضعيفه جدا يعني، بس احنا حطينا مثلا 7 اجوان، حوالي اقل من 7 اجوان، 7 اجوان، 7 اجوان من النص بالظبط، من 24 جون، بس مش كلهم لعيبه الدايره بالظبط كده. وبعدين مثلا عندنا من التصويب من بره ما كانش فيه ضعيف شويه يعني، بس حطينا النهارده 3 من 8 متر، و3 من 9 متر، او 4 اجوان كمان من 9 متر. كان في تصويب من الخارج النهارده لاول مره يعني، غير الماتشات اللي فاتت. صحيح. هقول لحضرتك ليه التصويب من بره كان جبنا كتير، لان احنا ما كناش قادرين نوصل يا كابتن، يعني مش قادرين نوصل، فبدانا نشوط من بره بالظبط. انما في العادي احنا ما نحطش 7 اجوان من على 7 متر ابدا، احنا المفروض ال7 اجوان دول يبقوا 14 جون من على الدايره. مظبوط. ولكن الارقام ما بتكذبش، ده واضح. طب تونس تفوقت على مصر دفاعيا، ما بقولش هجوميا، فرق جونين، احنا حاطين 24 جون مش قليل، ولكن هم دفاعيا تفوقوا علينا بشكل كبير. يعني الشوط الثاني مثلا، يعني الشوط الاولاني حاطين 4 اهداف فاست بريك، الشوط الثاني ولا هدف، ولا هدف من الاجنحه، حاطين 5 اهداف ومضيعين 4.
كتير. الشوط الثاني برضو الاهداف ما كانش كويس برضو، كل ده من الشوط الاولاني. بلنتيات ضايعين اثنين وحاطين اثنين وخصموا البلنتيين لاول مره يعني البلنتيين دول كانوا جم كنا زماننا متعادلين. يعني قصدي اقول لك ان يعني احنا بنقول ان هو مش يومنا، مش متوفقين، ما ينفعش نكسب واحنا بالشكل ده، ولكن ما حدش قصر. يعني ما حدش يا كابتن عمرو عايز يقصر، خلي بالك من الحته دي بالظبط. يعني خلينا نقول ان كل الولاد عملوا اللي عليهم. حته عدم التوفيق، وريال مدريد كره قدم ممكن ينزل في ماتش يخسر 5-0 و4-0، بيبقى حاله توهان في الملعب، وده اللي كان موجود النهارده. كابتن عمرو بص يا كابتن، انا اقول لحضرتك حاجه، هو واضح طبعا لا فيش حد بيكسب، وفي ناس بتركز اكتر من الناس. النهارده مثلا عندك اللي بيلعب نهائي اوروبا، السويد واسبانيا، فرنسا بره، والدنمارك فين؟ والدنمارك بره فين؟ بالظبط تمام بالزبط. فواضح ان زي ما انت بتقول الماتشات كلها قريبه، فرق جون فرق جونين، سواء في اوروبا سواء في افريقيا سواء في اسيا هتلاقي نفس الكلام. هي دي الهاندبول، صحيح، ما ينفعش تجيب جول وتنام عليه. برافو عليك. ما الهاندبول ما فيش جول وتنام عليه، برافو عليك. ما فيش فرق ثلاثه اللي هتلعب بيهم الشوط الاولاني. لا 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 لا، الماتش كله عندنا يا كابتن بعد اذنكم، يعني انا شايف ان الماتش كله انحصر في السبع دقائق الاولين بتوع الشوط الثاني بس، هو ده الفرق. تمام، نراجع نفسنا في السبع دقائق دول، سواء بقى دفاعيا هجوميا، اكس غلط ما غلطش، دافعنا ازاي، قطعنا الكوره، باصيناها ازاي، لفينا كوره، عملنا كوره، كل الكلام ده في السبع دقائق الاولين. احنا لو كنا كملنا الماتش زي ما كنا ماشيين اول خمس دقائق من الشوط الثاني، ما كانش تونس دي، تونس دي شباب فيهم لعيبه خبراتهم قليله، ثمان لعيبه بيلعبوا 94 يا كابتن اليوبي 96. فطبعا الولاد دول لما هو فيهم لعيبه طبعا كويسين جدا، مش قصدي حاجه، بس الخبرات واحد واربعه وخمسه، خلاص بقى يعني هحاول بقى العب ايه، اخلي الشكل كويس، هحاول كتونس هحاول اخلي الشكل كويس، هحاول اخلي السكور يقل، هحاول ما حاولش يعني متهيألي صعبه التقلب ان هو يكسب الماتش. فهي السبع دقايق الاولانيين بتوع الشوط احنا ما جبناش جون فيهم، هم جابوا اربع تجوان، يعني معتبر ان احنا بادئين الدقيقه 7 خاصيه 4-0 في الشوط الثاني. الى جانب طبعا الاصابات بتاعت اسلام، بتاعت محمد ابراهيم، طرد حماصه برده، يعني انا عايز برده يعني هم طبعا بقى يعني انا مش عارف، انا شايفه مش طرد الصراحه. ما انا بقول لحضرتك برده من ضمن عدم التوفيق، مش عدم توفيق بقى، ما يعني حكم يخطئ في لا مش حكم ده، انت دلوقتي عندك اثنين حكام اجانب من اوروبا، ما بيحكموش ليه فاينل؟ انت جايبهم ليه؟ جايبين حكام الجزائر. يعني 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 انتوا حاطين طقم حاكم جزائري، مع كل الاحترام للحكام الجزائريين وعلى راسهم تونس السيمي فاينل، ولكن انت جايب كاتحاد افريقي جايب حكام اجانب من اوروبا سويسريين على ما اعتقد، جايبهم ليه؟ يعني ده ما حكموش يمكن ماتش ولا اتنين في البطوله كلها، طب جايبهم ليه؟ ما هو ده برضه ده برضه يعني نقول علامات صح. استفهام يعني صح. يعني صح. علامات استفهام، انت جايب حكام اجانب صح. طبيعي يكونوا بيحكموا الفاينل صح. فالنهارده انت ما هو ده برضه عدم توفيق، يعني يحصل يعني ايه عدم، ما توفقش في صفارتين ثلاثه مع طرد لعيب مع مش عارف اتنين بلنتين، ومع ذلك احنا خاسرين فرق اتنين بس. بس يا كابتن هيثم برضه عشان لو اتكلمنا على التحكيم، انا شايف التحكيم كان كويس بنسبه 90 او حاجه 90، بس في كام صفاره كابتن؟ مش بطال بس علينا صفارات، في صفارات مؤثره كابتن، في يعني احنا احنا مش متوفقين، محتاج تلحق يعني يديك صفارتك. هو مش هيلحقك، مش هيلحقك بس لا انا ما بقولش الحق، ما بقولش الحق يعني كمني، لا يديني حقي ولا يا كابتن. هي كانت في ايدينا يا كابتن، كانت في ايدينا، في ايد ولادنا، في كذا كوره انت وجول لوحدك، الجون بتاعهم كان هايل، حارس المرمى صحيح صحيح كمان في منتخب تونس مش متذكر اسمه عشان هم ثلاثه، الحارس ده الاخير اللي فنشوا بيه الجيم كان محمد هذا الحارس في اول 8 9 دقائق من الشوط الثاني كان ليه دور، ان احنا دخلنا ما اكدناش عليه بقوه، دخلنا معتمدين على فرق الثلاثه، دخلنا معتمدين ان احنا هنكسب او خلاص الماتش خلص او وده ودي مشكله ودي بالزبط مشكله بالزبط. بس طبعا هم كلهم خبرات، يعني كل اللعيبه خبرات، احمد الاحمر بيموت نفسه الاخر عشان هو عارف السليم. عشان هو عارف ان الماتش ممكن يجي، عارف ان الكره هتفرق، مفيش كوره تدلع فيها. يعني يعني احمد الاحمر، لا احمد النهارده يعني عامل يعني بص يا كابتن، احنا عندنا بطوله الجمهوريه بتتلعب اليومين دول اللي هي البراعم والصغار، خليهم يتفرجوا، لازم كل الناس دي تشوف احمد الاحمر يحتفل. وعلي زين كمان يا كابتن، علي زين كان بلا علي زين كان علي استوى كان استوى علي استوى يعني علي استوى الصراحه، يعني ربنا بيحارب لاخر ثانيه علي. انا مش عايز بس اتكلم لعيبه ولاعيبه، لا 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 كلهم قدوا اللي عليه، ممدوح عاشق، بس احمد الاحمر لازم نديله حقه، ان هو الراجل ده راجع من الاصابه، الراجل ده كان بيلعب ماتشات وديه قدام عينيا بيتحامل على نفسه، الراجل ده بياخد علاج لغايه دلوقتي وبياخد جلسات كل يوم وي وي وي، والراجل بيلعب لك نهائي افريقيا 60 دقيقه ولا 50 دقيقه مثلا ورايح شويه، ولاخر وقت بيموت نفسه صحيح. لاخر وقت بيتضرب، وحتى لو الماتش خلاص خلص فاضل دقيقه هو فاهم كده بيموت نفسه صحيح. ده المثال، ده المثال، ده المثال. وخلينا برضو نقول يا كابتن ما نبقاش الدنيا قاتمه كده، احنا النهارده في محمد عصام مولد نجم كبير في حراسه المرمى،
الحقيقه ابن النادي الاهلي يعني مش عايزين نقول ان ده يعني انا بقول في خلال سنتين ثلاثه الحارس رقم واحد هو بقى دلوقتي من الحراس رقم واحد في مصر. يعني رغم ان احنا في هزيمه بس في حاجات ايجابيه كتير اكتسبناها النهارده. كسبنا محمد عصام، كسبنا يحيى خالد هايل. يعني كابتن عمرو بيقول لي في فاكر بيقول لي هو كان عينه للمباراه النهائيه، يعني معنى كده انه عنده امكانيات كبيره. مخبيه بالظبط كده. يعني بصراحه الاثنين ما اثروش على قد امكانياتهم وعلى قد خبراتهم. يعني 96 دي مراسم يا كباتن، طبعا مراسم تسليم الجوائز بكل روح رياضيه. بنقول لمنتخب تونس الشقيق الف مبروك، وبنقول لمنتخب مصر هارد لك، ومبروك للفرقتين التأهل.